طب انا يا ايمان دلوقتي انا بحب جوزي وعايزه ارجع لجوزي، احنا اتطلقنا وعشنا ذكريات صعبه وعشنا احاسيس جرح وعياط وبكا وحنين طب احنا الحمد لله لغايه دلوقتي لسه بنحب بعض وقررنا ان انا ارجع ازاي يا ايمان؟ انسى ازاي الذكريات الصعبه اللي انا عشتها في الجرح والانفصال والفراق؟ انسى ازاي انه راح شاف واحده غيري؟ انسى ازاي انه كان قلبه جابه انه يحب واحده غيري؟ طب انسى ازاي كل اللي اهله عملوه فيا؟ طب انا عايزه ارجع. هو السؤال هنا، عايزه ترجعي؟ اه. طب اسمعينا النهارده معانا ومعاكم مشاهدينا الدكتور سامح نصر الدين، استشاري العلاقات الاسريه. ازيك يا دكتور سامح؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي. الحمد لله. من الحلقات اللي انا بحبها اللي فيها احاسيس حلوه. تمام. يعني ما فيهاش اللي هو الجرح والفراق، يعني انا عايزه ارجع لجوزي. اه فيها مشاعر بس حلوه برضه. اه المشاعر حلوه، انا بحبه. تمام. بس عمل فيا كتير وجرحني. واهله عملوا فيا وقال عليا ومين وفين كل الذكريات الصعبه دي. ايه الحاجات اللي انا مش عايزه اقول شروط، تمام، بس ايه الحاجات اللي انا المفروض اتكلم فيها او ترضيني او احسها عشان اقدر ارجع؟ تمام. ايمان زي الاول. تمام. وحضرتك قلتي كلمه في الاول صح جدا. ما دام بحبه. يعني ما دام الكلمه دي ظهرت خلاص، واحده هترجع لجوزها هي بتحبه او العكس طبعا. ما دام بيحبوا بعض هيعرفوا يرجعوا لبعض. الشروط هتبقى شويه حاجات كده نتفق عليها. الاتفاق، ما نتكلمش في حاجات من اللي فاتت، ماشي. يعني نقدر ان احنا ما نقعدش نرجع للي ورا، ماشي. الفتره الجاب اللي كانت ما بينهم اللي هي اتطلقوا فيها او انفصلوا وعايزين يرجعوا تاني، ما نقعدش نحكي ايه اللي حصل فيها. ما نقعدش نشوف ايه مشاكلنا الكتير ونقعد نتكلم فيها، فده هيعند اكتر او هتبقى في مشاكل اكتر ما بين الراجل والست. يعني طب انا ازاي هاخد ودي واتكلم معاه؟ مش انا لازم اطلع اللي جواه؟ طبعا طبعا. مش لازم اطلع الكبت بقى وكم المشاعر المكبوته؟ أيوة. والحزن اللي جوه ده. صح. طب ما انا بقى ايه الست لما بتيجي تتكلم بقى وتقول له ايه، اصل انت عملت، طب انت بعدت عني وانت عملت كذا وانت سبتني اخبط دماغي في الحيطه وكنت زعلانه وشفتني عيانه وما عبرتنيش وما سالتش عليا. أيوة. يعني عارف ما بتصدق بقى ايه، تطلع هو بقى تطلع. بيتخيل ان هي بقى ايه يعني بتقلب الترابيزه. اللي هو بقى برمي عليك بقى كل العيوب. طب هي انا اطلع ازاي اللي جوايا بشكل ان انا باين له انت جرحتني؟ تمام. مش ان انت وحش زي ما حضرتك قلت. احنا هنفضي كل القديم ونطلع كل اللي عندنا، المشاكل اللي كانت عندنا ايا كانت بقى، وللراجل وللست الاثنين بيتكلموا وبيتفاهموا مع بعض بيوصلوا ان احنا كان كل ده زي الجرح كده. ما ينفعش ان انت تحط عليه على طول اللزق الطبي او بلاستر زي ما بنقول، لا لازم يتنضف كويس وبعدين ساعتها خلاص هيبقى يتعالج هيبقى كويس. فاحنا لازم ننضف كل القديم، نشيل كل الحاجات الوحشه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ونتفق بقى على الحياه الجديده. نتفق هنمشي ازاي فيها. طيب انا انضف القديم ازاي؟ ايه الادوات، ايه التولز الصح اللي انا انضف القديم بس بشكل مرضي للراجل؟ بالظبط. يعني ايه؟ انا مبسوطه اني ست وراجل. حلو. دلوقتي ايه اللي يرضيك كراجل؟ أيوة. أيوة. ان وانا بتكلم معاك ما تحسش ان كرامتك متهانه وان انا بطلعك معيوب وان انت وحش، انت اسوأ شخصيه في العالم. أيوة. بنشوف اعداد وفيها عشره وفيها حب وان هو بيحبها وكل حاجه، بس مجرد يعني انا وحش، يعني انا ما عملتلكيش حاجه حلوه خالص، طب يلا يعني بدون ما الراجل يحس الاحساس ده. تمام. هو يعني ايه زي ما حضرتك بتقولي، احنا لازم ننظف كل ده زي ما اتفقنا خلاص، بس هنعملها ازاي؟ اكلمك ازاي؟ هنعملها ازاي؟ هنعملها الست دايما عارفه ان الراجل، ما هما كانوا مع بعض بقى، كانوا مرتبطين ومتجوزين وسنين وعشره وهكذا الى اخره. حتى في الخطوبه، حتى في الجواز، في ايا كان. فلما نيجي نتكلم هي عارفه الحاجات اللي هو بتضايقه ايه. نفتكرها بقى واحنا بنتكلم. واشهرهم واكثرهم فعلا زي ما حضرتك قلتي الكرامه. الراجل كرامته دايما يعني بالبلدي كده اللي هي ناقحه عليه قوي. يعني معتز بنفسه قوي. فدايما ان احنا نخلي بالنا نقول انت عملت كذا وكذا 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 غلط. بس ممكن مثلا ايه، الصوت يبقى واطي، الطريقه تبقى ما فيهاش اهانه لكرامته، يبقى بعديها بعد الحاجات الوحشه اللي انا بقولها ان هو عملها، ودي فعلا حاجات حقيقيه حصلت. بعديها اقول بس كان في كذا كويس، بس تعالى نعالج الوحش ده بقى. هي دي الطريقه الاذكى في حل المشكله القديمه. يعني لازم الاول اقول له مميزاته، يعني انت كنت جدع في الحته دي، او انت لا بالعكس ده انت جبت لي الهديه مثلا في المناسبه دي وكنت كريم معايا، بس ليه الفتره اللي فاتت مثلا بالزبط. انت مش شايفني، طلبت منك كذا طلب وانت رفضت مثلا، هل ده عند ولا هل ده انت مثلا مش مهتم بيا؟ بس مين اللي عندها القدره ان هي تعامل الطفل ده ان هي تعمل كده لا بس انت دلوقتي قلتي كمان حل تاني. يعني غير ان هي تقول له في ميزه 1 2 3 زي ما لسه بنتكلم، انت قلتي دلوقتي حل تاني،
اللي هو بتطلعي له مبررات. انت لما عملت الموضوع ده بصي هي طلعت تلقائي. اشوف انا يا اصلا تلقائي بالفطره، معلش الواحد شاف في حياته كتير. فاحنا كلنا جربنا. فبنعمل ايه؟ طلعت منك تلقائي. اللي هو فعلا اقول له مبررات، اقول له ايه ده، طب الموضوع الفلاني اللي حصل انت بقى فعلا ساعتها كنت ايه، طب كنت متضايق، طب كنت تعبان، يعني ايه اللي خلاك تعمل كده معايا، كنت بتعند. فعارفه مجموعه المبررات دي هتجبر الراجل اللي قدامك ان هو يا يقول واحده فيهم يختار وهتبقى هي الاوقع فعلا في الحاله دي، او ممكن يقول لك حاجه تانية خالص. ده انت كنت فعلا مضايقاني، ده انت مش عارف حصل منك كذا. هنا هيبقى العتاب اللي هو اللذيذ، العتاب اللي هو المحترم، بدون اهانه، بدون جرح كرامات ولا اي حاجه، عشان نوصل فعلا نرجع تاني زي الاول. طيب في حاجات كده ايه سبايسي، في حاجات كده الراجل بيكره يسمعها في قعده الصلح، ما يطقش يعني، هو عارفه لو قلتي بصي هفجر القعده واقوم امشي. زي مثلا كلمه انت طول الوقت مش شايفني، انت طول الوقت انا مش على بالك ولا في حياتك اصلا. ليه الست الراجل يوصلها انها تقول الجمله زي دي، مع ان الجمله دي مهينه لكرامه الست جدا؟ هي فعلا الجمله دي بتبقى مهينه جدا للست، لحظه حدين ان هي توصل لدي. وطبعا الاهتمام ما بيطلبش. أيوة. وهات لي ورد يا ابراهيم والكلام اللي احنا كلنا متعودين عليه. او دايما ايه انت مش شايفني، طب هو المفروض انا اقولها له ازاي بالظبط؟ لا هي دايما اغلبيه الستات بتحاول ان هي توصلها، مش هنقول كله طبعا يعني، لكن مش هنعمم، لكن اغلبيه الستات بتحاول توصلها بشكل او باخر. بتلبس بطريقه معينه، بتتكلم بطريقه معينه، بتحاول توضح له ان صاحبتي دي لما خرجوا ده بص كانوا بيتعشوا بره، بتحاول ان هي توضحه له. وعايز اقول لك برضو الصراحه يعني بقى اهو احنا رجاله اهو، بس لازم نقول الصراحه ان فعلا في رجاله كتير بتبقى فاهمه ومطنشه. فاهمه ومطنشه ده عيب خلاص. يعني ده عيب بقى، لا ما ينفعش الطريقه دي. لكن اللي فاهم خلاص بدا يستجيب، هو ده عايز فعلا يستجيب وهو غلط. ما هو هنا بقى في القعده دي هي قعده صلح. فهو هو عايز يرجع لمراته، فهو المفروض يستجيب خلاص. امال هو هيرجع لها ازاي؟ طبعا يعني ما دام بيحبها عايز يرجع لها فهو لازم يستجيب. بس هو الراجل برضو كرامته اللي هو ما بي يعني اللي هو انت مثلا قعدت شهر شهرين ما بتكلمنيش واحنا زعلانين، فيجي يقول لك انا زعلانه. الست ما تتقبلش البعد مقابل زعل. صح. يعني الست تعمل فيها اي حاجه تموتها، ما تديهاش فلوس، ما تجيبلهاش هدايا، بس هي تبقى شايفاك في البيت قدامها. صح. يعني ما ينفعش تبعد عني وتقول لي انا زعلان يعني. ولما تيجي الست بقى تقول له ايه، طب هو انا ممكن اعمل فيك كده؟ يعني في قعدات الصلح احنا كل ده في حلقه ان احنا بنتصالح عشان نرجع للمتطلقين. تمام. لكن هل انت بقى لو انا بقى زيك كده انزل اخرج مع اصحابي واسافر مع اصحابي واعيش حياتي، يقول لها ايه ده ازاي؟ انت ست وانا راجل. طب ما الاحساس ده ما فيهوش ست وراجل. فعلا هو الاحساس ده فعلا ما ينفعش فيه. انا دايما حتى بتكلم في كده ان ما ينفعش نقعد نفرق ما بين الراجل والست، لا هما الاثنين زي بعض على فكره. وما ينفعش في المقارنه، ايه ده طب ما انا اعمل زيك وانت تعملي زيي، يبداوا الخناقه تاني تكبر. لا ده احنا عايزين نهدي الدنيا. في الحاله دي بقى لا، احنا بنقول حاجه بسيطه جدا، ان الراجل يا ريت تبقى متفهم طبيعه الست اللي قدامك. زي ما قلنا الست فاهمه تصالحه ازاي او تكلمه ازاي، لازم يبقى متفاهم. وانتوا قاعدين القعده دي، نرجع بقى لاول حاجه، انتوا قاعدين القعده دي عشان تتصالحوا، مش قاعدين عشان تتخانقوا او تقولوا لبعض عيوب بعض. لا احنا نذكر العيوب، هنذكر المشاكل، انت ضايقتيني في 1 2 3 وانا ضايقتك في 1 2 3. تمام. احنا عملنا كذا كذا كذا. لا دي درنا الموقف ده بطريقه غلط. ليه؟ عشان نوصل في الاخر ان احنا شلنا كل ده وبدانا الحياه الجديده الافضل، بس من غير ما كل واحد يجرح التاني. طيب في كلمه دايما بتخوف وبتوجع، اللي هي لما اجي او يقعد معايا، زي ما يكون الستات ساعات بتستخدمها بس اكتر من الرجاله، مع ان الرجاله بيستخدموه، اللي هو انا جوايا حته اتكسرت كبيره مش عارفه ارجع لك تاني زي الاول. كلمه بتخوف يا جماعه. يعني الكلمه دي بتخوف، يعني انا المفروض اكمل صلح يعني اخد ودي معاك، ولا هي انت خلاص قفلت ومش عايز؟ فالراجل برضو هل بيحس بنفس الاحساس؟ طبعا. لان دايما احنا ماسكينها زي ايه، تهديد كده، اللي هو ايه الحق في حته اتكسرت. بس دي كلمه انا بسمعها بخاف. ايوه يعني الكلمه فعلا صعبه جدا، الكلمه تقيله جدا، في حاجه اتكسرت جوايا، احنا مش هينفع نرجع تاني لبعض زي الاول. وانت فاكر ان احنا نرجع زي الاول للراجل او للست يعني؟ يعني ايه حاجه اتكسرت؟ يعني ايه حاجه اتكسرت؟ الكلمه تقيله. انا ضد المبدا، مش عارف رايك ايه في الحته دي، بس انا ضد المبدا بتاع اللي اتكسر ما يتصلحش. لا بيتصلح. لا ينفع. لا ينفع يتصلح. حتى لو صب يعني سايب بعض الرتوش الخفيفه. مش هنقول بقى شروخ بقى في العلاقه ومشاكل كبيره، لا هنقول رتوش خفيفه. دي بتروح بالوقت. ربنا خلق لنا نعمه النسيان جميله جدا. أيوة يعني أنا مؤمنة إن طول ما في حب، طول ما في حب بالظبط
طب ما احنا بننسى وبنبلع الزلط كل حاجه في حياتنا يعني الشخصيه بقى والشغل والحياه. اشمعنى بقى في المشاكل ما بنعديش احنا بقى يعني؟ طب ما بيبقى في حب برضو. أي. بس الكرامه والكبر والعند بيخلوا الست تعلى والراجل يعلى والست بالزبط. تعلى وتلاقي بقى الاهل بقى الله بيولعوا في بعض. ايوه طوبه على طوبه خلي العركه منصوبه. بالظبط ايوه هو المثل ده. ايوه بالظبط كده. تيجي بقى الاهل اوبا ده خلاص هيطلعها. انت جبتي الحته المهمه قوي اللي كنا لازم نقولها دي الاهل. وهحط جنب الاهل برضو ايه بعض الاصدقاء صحاب معينين بقى. ايوه عارفه اللي هو الحاجات اللي بتحصل. لا طبعا ما تدخلوش حد في حياتكم لان في الاخر انا وانت هنرجع تاني. لكن الناس مش هتنسى. لا والكلام بقى الناس بدل ما بيوصلوا الكلمة الحلوة لا بيحوروها. لازم يحط شوية ملح وفلفل والبهارات المصرية بتاعتنا الجميلة. فهو لازم يوصل له الكلمة. يعني انت ممكن تيجي تقولي ايه قولوا له يا جماعة ان انا هرجع له بس عندي شوية طلبات. يروحوا هم قايلين له ايه هي مش عايزة ترجع لك الا بشروط. لا بس الجملة اختلفت خالص. دي بتتأمر. دي بتتأمر وبتقول انا مش هرجع له بعدين يطلقني ويدفع النفقه ويدفع المؤخر ويدفع ويدفع ويدفع. طب يا جدعان ما هو ده كده كده اصلا لو طلقك هيعمل ما ده الشرع بيقول كده يعني. هو الشرع بيقول كده. فاللي هو لا بص انت بالنسبه لك ايه دي بتتكلم وهي كمان قرفانه دي هترجع في وشنا تخيل. يعني فطبعا يعني هو كرامته بقى بالزبط. طب انا هعمل فيها لان هما بيوصلوا الكلام وده حاجة فينا كبشر طبيعية ان انت لما بتتكلم مع حد اكيد مش هتوصل نفس الطريقة بنفس الاداء بنفس الصوت بنفس التون مش هتعرف. طب تعال كده ننزل الشارع كده مع كاميرا يحكي أنا ونشوف رأي الستات والرجالة لو انفصلت او انفصلتي ورجعت او رجعتي ايه هي شروطك او ايه هي شروطك يا ستي. ارجو بيسعى بالانفصال اكتر الراجل. الراجل عامه لان عنده القرار اسهل وسرعه الاداء اسرع. لكن الست لا الست دايما بتبقى صبوره شويه. هو تقريبا يعني 90% بتبقى الست. دايما بيبقى في سبب معين ان الواحد ينفصل ولا لا. فما اعتقدش الواحد ممكن يقوم في العام انه مثلا الست اكتر او راجل اكتر. حسب المشاكل ممكن تكون بعض الأحيان الست وبعض الأحيان الراجل بس الأغلب تكون الست. عادة التسعة للانفصال أكتر بيكون الست. الست بتحاول تتحمل على قد ما تقدر إن ما يحصلش انفصال إنها تحافظ على البيت تحافظ على الأولاد. بعد الانفصال اللي بيبقى عايز يرجع أكتر الراجل عشان بحس في طبيعته بيبقى بياخد قراراته بسرعة قوي والست بتبقى في الحاجة دي أنضج شوية. أحست بالغلط أو تسرعت بهذا الشيء وندمت لأنه في الأخير الست ترجع للراجل. الست طبعاً يعني عشان خاطر لو في أولاد كمان أكتر بتحدد يعني أكتر إن هي يعني ممكن بتضغط عليها الظروف برضك إن هي تفكر للرجوع يعني. الراجل هو اللي بيرجع بيندم إن هو بيكون عايز يرجع أكتر بيحس ان هو ضايعها من ايده وان مش هيلاقي بقى حد يستحمله اكتر بيجي بقى بيمسك في حته الاولاد والبيت وكده يعني فبيسعى انه يرجع. اكيد الست يعني عشان ده بيتها واولادها وكده وقرار الطلاق ده بيبقى يعني بيبقى في ساعه غضب او في موقف معين وبيرجع الانسان لما بيهدى بيفكر وبيشوف ان هو كان غلطان اكيد يعني. البنت او الزوجه ده طبيعيا اصلا بتبقى عطوفه شويه فالاغلب بيكون الرجوع من ناحيتها. اللي بيشعر بالندم هو اللي بيرجع من بيرجع بيسعى للرجوع لانه حاسس انه ندم او حاسس انه غلط او حاسس انه ظلم. يعني لو انا شخصيا اكيد كان في سبب للانفصال فلو في رجوع اكيد لازم يكون في شروط طبعا. لان الاسباب اللي حصلت دي احنا هنتفق ان احنا مش هنكررها تاني عشان لو كررت تاني برضه هنبقى في نفس المشكله. فالشروط دي هنلتزم بيها الطرفين الدنيا تبقى كويسه اكيد يعني. يبقى في شروط بحيث ان هي ما ترجعش نفس المشكله تاني او تتكرر. وانا لو فكرت ارجع هيبقى مثلا شروط الحاجات اللي كانت بتديني في الاول ما يعملهاش. المفروض ما حدش يرجع بشروط لان الحياه عليا وعليها وعلى الاولاد. لو في حاجات معينه او مشاكل معينه اللي كانت مؤثره على نفسيتي او كده طبعا لازم ان هي اشترط ان هي ما تحصلش تاني او كده. لو شايفه ان هي مش هتتحسن او كده فطبعا يبقى الرجوع صعب. يعني اذا كان شروط شرعيه فبيقول لك كتب كتاب جديد ومهر جديد وكله جديد في جديد. انما لو حاجات وديه
انه مثلا انه خلاص هو انا اعترفت بخطئي او هو حس بخطئه، فممكن يقول لك ان انا مش تكرر الخطأ ده تاني والكلام ده كله، وحسب رغبة الطرفين في الاول وفي الاخر هي اللي بتحكمها. لو هي غلطت في حاجات بشط على اهلها او بشط عليها، الحاجات دي ما بتحصلش تاني. يعني ان كان خروج بدون اذن، ان كان حاجات، ان كان كده ان كان كده، في حاجات بحطها اساسيات. لكن لو الموضوع عادي يعني او الموضوع يعني مش بيستاهل شروط، فاكيد مش هتشارك يعني. لو شروط بيننا وبين بعض بالود مفيش اي مشكله خالص، ان انا ليا حدود وانت ليك حدود ونتعاون مع بعض، انما كورق او ان شروط فرض كده اعتقد هو لا يقبلها وهي كمان تقبلها انها تعيش مع حد بشروط يعني. يعني منهم اللي مش هيفتح المشاكل تاني والخلافات تاني مرة تانية، وده ده رأي زكي. ومنهم طبعا اللي بيراعي برضو شعور الأولاد في البيت، وده برضو قصة لوحديها يعني. هي قصة الأولاد في البيت وإنه بيشوفوا المشاكل خلاص بقى أمر واقع، فأنا برضو مش هنتكلم فيه كتير لأنه استحالة لو قلنا إيه إن الست والراجل مش هيبانوا ان هم متخانقين قدام العيال، يبقى بنضحك على نفسنا اصلا. فبيبانوا، الولاد بيحسوا بكل حاجه وبيشوفوا كل حاجه، وربنا يعين الولاد يعني اللي بيشوفوا المشاكل وبيعيشوا الانفصال وكل الكلام ده. من ضمن برضو الجمل الشهيره اللي تضايق اي ست، اي ست في قعده الصلح دي، ما قعده الصلح دي يا تودي الجنه يا النار، يا النار على طول يعني على طول. يجي يقول والله بصوا انا نظامي كده، انا نظامي، وانا نظامي دي بصوا انا نظامي كده، دي خلاص الست اوريدي من جوه عارفه هتفتح اني باب وتخرج منه يعني انا نظامي كده، لا انا ادخل البيت احب كده، انا لما نزعل ما اعرفش ايه ما تكلمنيش، ومن حق اخرج مع اصحابي، ومن حق يبقى ليا حياتي، ومن حق وما تتكلمش وتشتكي لحد ابدا. طب الست دي تموت نفسها ولا تعمل مش عارف. بتبقى صعبه قوي الحته دي يعني. الست بقى قاعده بقى بصله كده، وايه كمان يا حبيبي، قول يا بابا، قول يا بابا. ايوه بص، انت بتجيب الاداء صح. ايوه هو ده. لا برافو عليك، هي بتبقى انا شاطره صح. هي بتجيب الحته دي بالظبط بالظبط، هي بتبقى قاعده كده ومستنيه عشان في جمله معينه هطلع اجري اخد بقيه هدومي واتكل على الله. ما هي الجمله دي مستفزه جدا يعني، جدا جدا. هو احنا رايحين برضو اصل الموضوع ايه؟ رايحين عشان نتصالح، رايحين عشان تعبنا الفتره اللي فاتت، ونخلي بالنا قوي من الحته دي ان احنا تعبنا، ان احنا ما كانش عاجبنا الفتره اللي فاتت، فاحنا راجعين عشان اسباب كتير طبعا، ومن ضمنهم الولاد. فبما ان احنا رايحين نعمل كده، يبقى بلاش بقى ان احنا نتك قوي على الكلمات اللي هي الصعبه. تقول للراجل بقى، انا عايزاك تقول للراجل يتكلم ازاي. لا الراجل طبعا برضو يعني، انا بتكلم للاثنين على فكره. ما هو دايما الجمله دي اللي بيقولها الراجل، هو كده بيحس بكرامته اللي هو انا ده نظامي وده وضعي. للراجل بالذات خلينا نشيل كلمه شروط وخلينا نحطها في شكل طلبات، الحاجات اللي بتريحني بالظبط، الحاجة يعني اللي بتريحني. انا بحب ده لكن ما بحبش ده، لكن عارفة بقى اللي هو الطريقة التانية، عارفة لو عملتي كده تاني مش عارف ايه ايه ايه. طب ما خلاص ما طبيعي، يا هتعمل كده يا هتعند هي كمان. لكن لما اقول طب انا عندي مجموعة طلبات، تعالي حبيبتي كده ونتكلم مع بعض، بصي المفروض بلاش نعمل كده انا وانتي، بلاش نعمل دي انا وانتي. شوف انت قلت ايه يا دكتور، يعني قلت ايه؟ تعالي يا حبيبتي كده. يعني شوف كلمة، بس الكلمة، الكلمة تعمر بيت وتخرب بيت. كلمة بالزبط. يعني الكلمة. لكن دايما تلاقي في الخناقات حاجة غريبة قوي فينا احنا، كل الشعب بتاعنا الجميل ده. دايما تلاقيه يقول لي عارفة يا مدام انت عملتي الحاجة هو انت لسه فاكر ان هي مدام؟ ما تقولها باسمها، ما تقولها يا حبيبتي مثلا، تقولها اسم دلع يعني بدل ما عارفة، عارفة حضرتك عملتي ايه؟ عارفة يا ايمو يا قلبي عملتي ايه؟ مثلا يعني عارفة لو اتقالت كده يا ايمو يا حبيبتي ويا مش عارف ايه مثلا في الطريقة دي، على فكرة هتلاقي الست بقى، لا ده يعني معلومة معظم الستات هتعملها، هتقول له خلاص حصل خير زي الفل. لا ده الست بقى تقول له خد قلبي وخد كليتي وخد كلمتي وخد بقى عامله كله صح كده يعني. ولو عايز تاكل ايه يا حبيبي النهارده؟ والموضوع اتقلب خالص. ولا بقى مثلا تلاقيه بيعيب برضو، من ضمن المشاكل الكبيرة اللي بتخلي فيه انفصال بعد ما يكونوا الولاد حتى كبروا، يعني بيكون البيت فيه أطفال كبروا خلاص فاهمين بقى عندهم وعي يعني خلاص، في وسط القعدة بقى قدام باباها واخواتها وبتقول لها شفتي عيالك؟ شفتي مربية ابنك ازاي؟ شفتي انت عاملة؟ شفتي انت ابنك؟ عيالك بمناسبة العيال دول ولاد مين؟ بالظبط. يعني هي بقى الحتة دي مهمة قوي. هو ليه صحيح انت يعني الراجل مثلا في الوقت ده، وساعات ستات برضو، ما بص ولادك انت اللي راميهم، انت مش سائل فينا، وهو يقول لها بص ولادك انت المفروض مسؤول عن التربيه يا هانم، ودايما تطلع كلمه يا هانم دي وسط العيال. طبعا ايوه هانم لازم يا هانم. طب ليه يا جماعه؟ على فكره هم اولادكم انتوا الاثنين، حتى لو الراجل دلوقتي معظم الستات بتشتغل، وحتى لو ما بتشتغلش، طب ما انتوا الاثنين مسؤولين عن تربيه الاولاد،
انتوا الاثنين مسؤولين عن ده، حتى لو الست اكتر شويه بشكل، ومش مطالبه ان الست هي اللي تبقى مسؤوله اكتر اصلا. بالزبط. يعني انا نفسي اقول للرجاله لما تقعدوا في قعده صلح، انت يعني مش عايزه اقول لفظ يزعلوا مني اقول لهم كسف على دمك، اللي هو عيب يعني، هي اصلا أيوة. شايله فوق الطاقه طاقين ثلاثه. أيوة طبيعي. فانت ما تجيش كمان تلوم عليها في وسط الناس واهلها، واصل انت عامله. طب كويس ان هي بتطبخ وبتنظف وبتغسل مواعين وبتروح الشغل وبتودي الولاد النادي، يعني هي شايله. عارف لو الراجل قال لها والله العظيم انا عارف ان انت شايله فوق طاقتك، هتقوم تولع في صوابعها الثانيه. يعني مولعه خمسه هتولع العشره دلوقتي. معظم الستات المصريه الجميله بجد بيشتغلوا، تحس ان هو خلاص بقى شغالين سواق. يعني زي ما قلت كده بالظبط، طالعه من الشغل على بيت وبعدين تشتري حاجات وبعدين تودي الولد ده النادي والبنت دي توديها مش عارف ايه، فتلاقيها شغاله سواق عماله تودي من هنا هنا، فكفايه عليها ده كمان. فاعتبروا ان هم الاثنين فعلا ولادكم وانتوا الاثنين متحملين. احنا هنطلع فاصل وهنرجع برده نكمل ايه الحاجات او الجمل الشهيره اللي ممكن تخرب قعده الصلح. قعدة الصلح دي مهمة جدا، في حاجات تتقال في حاجات ما تتقالش. فاصل هنا. ولسه مكملين، وانا لسه على رأيي ان في جمل وفي كلمات بتتقال في قعدة الصلح. احنا النهاردة بنتكلم على اتنين اتطلقوا وراجعين يقعدوا يتكلموا ويتصالحوا عشان يرجعوا لبعض تاني. احنا النهاردة بنصلح، احنا النهاردة مش عايزين البيت ده يتخرب. اتنين بيحبوا بعض واحيانا كمان بينهم اطفال، ففي حاجات مدمرة بتحصل، في قنابل بتتفجر فجأة كده في القعدة. الست والراجل بيبقوش فاهمين هو احنا جايين نتصالح، ده احنا بنحب بعض وجايين نتصالح. من ضمن الحاجات دي يا دكتور الاهل. الأهل مثلا بتلاقي الأم شخصيتها قوية، أو طبعا خلاص إحنا مش هنتكلم تاني في الأم الغيرانة من مرات ابنها، إن هو بيحبها هو خلاص طبيعي، هي بتغير من أي حد ابنها يحبه ولو حتى من الزواحف ماشية عندها 10 رجلين وبتزحف على الأرض برضو مامته هتغير منها إن هو بيحبها. أيا كان تلاقي فجأة مثلا بعد المشاكل وخلاص هو طلقها وبس خلاص انا صح. يعني انا جوزك بنت خالتك وخلص الموضوع، وهي كويس على قد ايدك، يمين يمين شمال شمال، وهي بلاش اهانات وربينها عندنا بقى واحنا عارفينها وعارفين مربينها بيتي. مربينها بيتي. وبعدين في كلمه بقى ممكن تقوله لو رجعت لها تاني ما هتبقى راجل. فيجي الراجل استفزه، عايز يرجع بقى لمراته دلوقتي، هو عايز يرجع لمراته. يرجع ازاي بقى؟ يعمل ايه؟ انا عايزاك تقول لي الراجل ده يعمل ايه. هو دلوقتي مزنوق ما بين مامته وباباه، اللي هو انت مش راجل، دي عملت فيك وبهدلتك، عارف لو رجعت لها تاني. هو قاعد دلوقتي بيتفرج علينا بقى، اعمل ايه؟ مزنوق مش عارف يعمل دي ولا دي يعمل دي، وعايز ارجع لها اعمل ايه دلوقتي؟ طيب تعالي نرجعها من الاول. لو هو الراجل ده ما كانش بيحكي كل حاجه لباباه ومامته ولاخواته والاهل وهكذا، فبالتالي في اللحظه دي هي مش هتوصل لقلوب الكلمه دي بصراحه. في الغالب يعني في الغالب الرجاله في الغالب مش هي اللي بتحكي، الستات هي اللي بتحكي. يعني لا وفي رجاله والله، خلينا صراحة، وفي رجاله بس يعني من القلائل. لكن الست هي اللي بتتبرع، بتبقى منفعله وزعلانه وبتعيط وتقعد تحكي تحكي تحكي، تطلع كل حاجه عندها، او تبقى بقى تطلع يعني كل بقى حاجة. شكلها وحش قوي، يبقى شكلها وحش قوي. في الحالتين عند الراجل وعند الست لا بلاش نحكي كل حاجه. لان بعد لما نرجع لبعض كراجل وست، هم هيعملوا ايه بقى الاهل؟ هيفضلوا فاكرين الكلام اللي حصل، ما بيقعدوش بيقولوا ايه معلش يا ابني دي كانت زعلانه، لا ما بيقولوش كده. على حسب بقى لو على هواها تقول له معلش يا ابني زعلانه، لو هي بتحبها لو هي بتحبها. والعكس الناحيه الثانيه برضو. لو الراجل المزنوق بقى في الوضع ده، الراجل يا عيني يعمل ايه بين اهله ومراته؟ لا بصي، في الحاله دي خلاص بقى حكى وقال كل حاجه واتزنق بقى في الحته بتاعت لا انت ما ينفعش ترجع لها، وانت مش هتبقى راجل لو رجعت، وانت نسيت كل اللي حصل والكلام ده كله، يقول ايه الاهل ويخرج ازاي من بقى يخرج بقى من الموضوع ده كله بشويه مبررات. ما هي خلاص اعتذرت، هي ما اعتذرتش يعني اصلا يعني. بس يحاول ان هو يبرر، يجمل الموضوع، يجمل. مش هنقول نكذب، مش عيب يعني، مش عيب طبعا يعني، مش عيب يعني، نجمل الموضوع. خلاص هي اعتذرت. لو في ولاد يقول لك طب ما خلاص عشان خاطر الولاد، ما هي برضو كويس، اصلها يا جماعه عملت 1 2 3 كويس. يقول الحلو بقى بتاعها، يبدا يقول الحلو. ما هو ده بقى المأزق اللي يخرج منه الراجل. بالظبط، ادينا قلنا لك الحل، تقول الحلو للست دي، قول الحلو ده حاجه مهمه جدا. يكسفوا يعني يبداوا يسكتوا شويه، يبداوا زي اي انسان طبيعي، يبدا يحط طب ما عملت حاجات وحشه وهو كان متضايق وعملت حاجات حلوه، خلاص وافق له يعني. احنا معانا بقى حاله الاثنين انفصلوا واتطلقوا ورجعوا، بس بقى الافيه في الموضوع
ان الست هي اللي كانت متعنته والست هي اللي كانت شخصيه وهي اللي كانت يعني اللي كده يعني قويه شويه. تعالوا نشوف رجعوا ازاي. تعرفت على محمد من فتره طويله قوي، كنت تقريبا حوالي عندي 17 سنه او 18 سنه. تعرفنا عن بعض بقى، كنا بنروح النادي ونتقابل وكده يعني. بعدين جيت قدم لي، تقدم لي بعد حوالي 5 سنين يعني من معرفتنا ببعض. تقدم لي وبابا وافق واتخطبنا وقعدنا حوالي سنه ونص مخطوبين، وبعدين اتجوزنا قعدنا 8 سنين متجوزين. 8 سنين دول ربنا كرمنا وخلفنا زياد وبعدين اياد وبعدين زينة. بعدين حصلت بينا مشاكل، ضغوط الحياة بقى، مشاكل عصبية عندي مني عندي منه، مشاكل كانت كتير يعني، فما قدرناش نتحملها وانفصلنا. قعدنا 2 سنين منفصلين. الفترة ديت كانت صعبة علينا كلنا، أنا وهو والأولاد. حياتنا ما كانتش مستقرة وحياتنا ما كانتش مظبوطة كلنا. أنا كنت بشوف ده طبعاً دوت في أولادي وفي عينيهم وفي كلامهم في طريقتهم. أسلوبهم اتغير جداً، سلوكهم اتغير جداً. بقوا على طول بيعيطوا من أقل حاجة، يتضايقوا من أقل حاجة، إحساسهم بقى زيادة عن اللزوم، مش زي بقية الأطفال ومش زي حياتهم الطبيعية اللي هم كانوا عايشين فيها يعني. فلما محمد فكر، هو بصراحة هو اللي فكر إن هو شايف ده في أولاده وشايف ده فيا وشايف ده في نفسه، فهو اللي فكر إن هو يلم البيت تاني والأسرة تاني. ابتدى يبقى في كلام بينا يعني، وبعدين جابها لي كده مباشر، قال لي خلاص أنا شايف إن الحل إن علشان الولاد وده نفسيته تعبانة والولد متأثر بكذا والولد والبنت متأثرة بكذا، مشاكل كده ابتدى يشوفها في الولاد، وابتدى يقول لي أنا شايف إنه الحل الكويس لينا كلنا إنه نرجع تاني ونلم البيت. أكتر حاجة خلتنا متماسكين ببعض إن إحنا بنحب بعض جدا، دي أكتر حاجة. الحاجة التانية الولاد ونفسيتهم دايما مش مظبوطة في عدم وجودنا إحنا الاتنين. انا ممكن اكون مرتاحه، طب ابني مش هيكون مرتاح. اي حد فيه حاجات، فيه صفات مش كويسه، فيه صفات وحشه وصفات كويسه يعني، فيه ايجابيات وفيه سلبيات في اي انسان. فابص الايجابيات، طب انا لما اتطلق هل مثلا هتجوز حد غيره؟ ما هو الحد غيره ده هيبقى فيه سلبيات برضه كراجل وست، انا فيه سلبيات وهو فيه سلبيات، انا لازم اتحمل سلبياته عشان عنده ايجابيات تانية بتعوض، وهو لازم يتحمل سلبياتي عشان عندي ايجابيات تانية بتعوض. اولا جو الاسره كلنا كنا مبسوطين بيه، ولادي كانوا مبسوطين بيه جدا. كان بيجي من شغله مش عايزين هو ولا عايزين يخشوا يناموا ولا عايزين يسيبوه يدخل حمامه ويدخل اوضته ويدخل يغير هدومه، لا هم فرحانين جدا بوجود بابا في وسطينا يعني، اللي هو في اي مكان رايح الشقه في الشقه هو ماشي، الولاد ماشيين وراه، اللي هو احنا فرحانين بوجودك جدا. خارج يجيب حاجه من بره الولاد معاه، عايزين معاه، هم خارجين يجيبوا حاجه، تعالى معانا يا بابا يعني. احساس الولاد بوجود باباهم في البيت كان فارق جدا معاهم، وانا كمان احساس الراجل انه موجود معايا في البيت ده برضو فرق معايا جدا، كنت مبسوطه جدا بوجوده. ازاي بعد ما بننفصل، ازاي بعد ما اتطلق احس بغلطتي وارجع تاني؟ يعني اعتقد ده نموذج برضو ان الست خدت ودت مع نفسها. لعلمك ده نموذج ممتاز جدا. يعني هي فعلا خلاص غلطنا، حصل خير، خلاص ما فيش مشكله، ما دام عرفت اراجع نفسي وارجع تاني للصح واعتذر او ان احنا نرجع لبعض، بس عرفت غلطتي ايه، فده طبعا كويس. مش عيب ابدا، مش عيب ابدا ان انا اقعد اراجع نفسي وحياتي وارجع اقول ممكن انا غلطانه، انا انفعلت زياده، انا ما كنتش متخيله ان انا طالعه وحشه بالشكل ده. ما هو هنا بقى يعني كسرنا الحته بتاعه الكبرياء اللي بتبقى عند الراجل او الست. فكده الحمد لله ما دام عدينا دي واعتذرت خلاص وعرفت غلطتي للراجل او للست برضو، كده زي الفل خلاص. تيجي بقى في وسط القعده، قعده الصلح الحلوه دي، يروح رايح الراجل هو كابت بقى، انت عارف الرجاله بقى ايه، يشوف ويصر في قلبه غير يعني اللي بقى يطلع طول فتره الانفصال، طول فتره القطيعه، هي طبعا عايزه تضايقه،
فتعمل ايه؟ تقعد تلبس بقى، وممكن بادي عريان شويه قال لها ما تلبسيهوش، ما تنزليش مع صاحبتك دي، فهتنزل تتصور قد ايه سعيده قوي، واو فظيعه. يعني اللي هو طول الوقت سيلفي سيلفي، بص انا قمر ازاي. بتحصل دي على طول. اوكي، يجي بقى في قعده الصلح دي يروح جايب لها بقى كل الصور، بص 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 اخوها باباها اختها، بصي بصي عامله ايه. نعمل ايه بقى برضو في البند ده اللي بيبوظ القعده؟ يعني هو طبعا الاول بلاش موضوع اللي هو الحاجات التانيه دي. لا الله. هي طبعا عايز تخرج، بس انت شايفاه بقى بيخرج مع اصحابه طول الوقت. للاثنين. لا للاثنين. يعني هو برضو بلاش بقى يطلع الرحله بتاعه شرم اللي كان نفسه فيها بس مكسوف، ويطلع مع اصحابه يصطاد ما اعرفش فين، وتلاقيه قاعد مع اصحابه مبسوط. طب وهي مش بني ادمه برضو؟ يعني بالظبط. هو كده عمال يغيظها، والعكس الناحيه التانيه هي برضو عماله تلبس لبس معين هو مش عايزه، ولا مش عارف تخرج فين، واصحابها معينين، تروح تغير لون شعرها اللي هو كان عمال يتحايل عليها، بس هي انا هعملها كده عندي فيك. طب يعني نقلل الحاجات دي. طب عد حصلت. حصلت بقى. حصلت. المفروض ايه اللي يحصل في القعده دي؟ حصل خير. حصل خير. نبدا تاني من اول وجديد. ولازم الراجل يبقى متفاهم ان هي كانت بتعمل كده عشان تغيظه، والعكس، والست برضه تبقى فاهمه ان هو كان بيعمل كده عشان يغيظها. لكن نفضي ده برضه وننظف الحته دي كويس قوي ونبدا من الاول. بس ده سبب يعني قوي جدا موضوع السوشيال ميديا. يعني ده اكبر نسب طلاق بتحصل بسبب الصور، بسبب السوشيال ميديا. السوشيال ميديا، انت رحت انت اتصورت، انت عملت اللايك لفلانه، انت يعني دي حلقات وحلقات. وليه عملت لاف ما عملتش لايك؟ يعني عارفه انت بقى الحته دي طبعا. ليه القلب الاحمر ده؟ وليه القلب اللي ماسك بعضه ده؟ ليه يا بابا قوي كده؟ ليه يا حبيبي الايموشن ده؟ لا انت كنت اعمل لها لايك وخلاص يا اخي. يقول لها دي صاحبتي، ده طب دي زميلتي في الشغل، ده مش عارف ايه. مفيش طبعا تفاهم، والعكس برضه، انت ازاي بتكلمي ده ومش عارف ايه، ده ابن خالتي اللي هو زي اخويا. دايما هي المشكلتين دول في كده، دي زميلتي وده ابن خالتي اللي زي اخويا. لكن السوشيال ميديا خربت فعلا بيوت كتير، ولا زالت بتعمل كده. عشان احنا مش عارفين نستخدمها. احنا مش عارفين ناخد الحلو منها، وعايزين ندخلها في حياتنا غصب عننا. طب انت شايف يا دكتور ان في قعده الصلح خلاص اتنين اتطلقوا وبيرجعوا، قعده الصلح دي ينفع المفروض يبقى فيها حد من الاهل؟ يعني دايما اقول لك ايه، حد من اهلها وحد من اهله، حكم من اهله وحكم من اهلها. صح. هل المفروض يعني هل يبقى فيها اهل، ولا الصح ان احنا انا وانت نقعد لوحدينا؟ تمام. في ساعات بتخاف ستات يقعدوا لوحديهم، عشان بتقول لك لا هو بيغلبني في الكلام، بياكلني في الكلام، لو كل ما اجي اتكلم حاجه يقلب عليا الترابيزه ويطلعني غلطانه. تمام. وبرده في نفس الوقت لو اخ او اب او ام، طب ما انا كرامتي برضو في حاجات مش هينفع اقولها. مش هينفع مثلا اقول لهم في لحظه غضب اداني بالقلم كده في مره مثلا، مره من ما حصلتش تاني، وان هي عدت بس ان هي عدت تقولها. ما ينفعش اقولها. مش هينفع مثلا اقولها ساره بيتعصب عليا وبيزعق لي وبيبص لي بقرف. مش هينفع اقول حاجات كتير قدام اهلي. صح. مش هينفع اقول مثلا ما بيصرفش عليا فانا طلعه صغير، فبرضو مش هقدر اقول كلام معين. صح. فايه الصح؟ هو زي ما انت قلتي كده، احنا المفروض فعلا حكم من هنا وحكم من هنا. ده جميل جدا وده كويس، بس هننقيهم. يعني في الغالب مش لازم يبقوا الاب والام، تخيلي بقى. يعني مش لازم يبقى الاب والام، ممكن اخ اكبر او اخت اكبر بس بيحب الطرف التاني. يعني ممكن اللي جاي مع الزوجه بيحب اصلا جوزها جدا. عشان يحسسه بالامان. يعني انا مش جاي اشهد للطرف بتاعي او لاختي او لبنتي او وهكذا، لكن يحسسه بالامان ان انا جاي بشهد لطرفك. والعكس نفس الكلام. ليه؟ لان يبقى حد كبير وحكيم شويه، حتى لو كان صغير في السن، بس المهم ان هو مر بخبرات معينه ويكون حكيم في قراراته ويكون حيادي. ده المواصفات بتاعت الشخص ده. وانا اشك ان المواصفات دي موجوده اصلا اليومين دول. لا دي خلاص مش موجوده، خلصت. الدكتور قال لا دي خلاص خلصت. خلصت اصلا. مش موجوده. لا لا لا. يعني ده موديل قديم شويه. ده موديل قديم خلاص. ده خلاص اتعدم. نادراً. ده نادرا جدا لما بنلاقيها. الاصح ايه بقى؟ تخيلي زي ما قلنا انا وانت كده، ما تقعدوا انتوا الاثنين مع بعض وتفهموا. مش لازم حد خالص. يعني مش لازم حد من الاهل او الجيران او الاصدقاء المشتركين او لا بلاش. اقعدوا انتوا الاثنين وتفهموا. هتوصلوا برضو احسن، بل بالعكس انتوا سركوا هيفضل معاكم انتوا الاثنين. طيب دكتور اديني كده نصايح اخيره. ايه الحاجات اللي انا لو شفتها من طليقي ده اللي انا جاي اقعد معاه عشان ارجع او ما ارجعش، ايه الحاجات اللي لو شفتها يلا كملي وارجعي، وايه الحاجات اللي هو انصحك تلفي وترجعي تاني وما ترجعيش؟ تمام. حسيتي ان هو خلاص رقم واحد ان هو اتعلم من الغلط اللي فات، حتى لو انت الغلطانه او هو الغلطان.
حاسين ان هو ندمان على الفتره اللي فاتت الكبيره اللي هي كانت الجاب او الفجوه اللي هم كانوا زعلانين من بعض فيها، وان هو فعلا متضايق من الفتره دي، مش راجع عشان الولاد، مش راجع عشان الشكل الاجتماعي، مش راجع عشان منظر يبقى انا اسمي متجوز وخلاص، لا هو راجع عشان بيحبك، هو راجع عشان عايزك في حياته. حسيت ان هو بيعمل دول وان هو اتعلم من غلطاته والدنيا كده تمام، وبالاحساس بقى السنس بتاع المراه الجميل، يعني احساسها الجميل، حسيت ان هو راجع عشان عايزك انت كواحده ست في حياته، خلاص ارجع. ما حسيتيش الاحساس ده؟ لا فكري شويه. دكتور سامح انا بشكرك جدا، وان شاء الله لينا لسه لقاءات كتيره يعني. اصلا موضوع الرجوع ده قصه كبيره، عايز حلقات وحلقات، عايز حاجات كتير. اشكرك طبعا يا استاذه ايمان، ان شاء الله هيكون معانا في موضوعات تانية تنورنا باذن الله. ان شاء الله. عايزه اقول ان انا حاسه بكل ست بعتت لي وقالت لي مش عارفه والله يا ايمان ارجع ولا ما ارجعش، ارجع له تاني واجرب تاني ولا ما ارجعش. حاجات انا بقول لك، اول حاجه بتحبيه يعني حياتك بعد ما سبتيه مش عارفه تستمتعي باي حاجه في الحياه، لا شغل ولا اولاد ولا اي حاجه خالص، الحياه ملهاش طعم من غيره، فكري. تاني حاجه لو هو بيديكي السعاده بتضحكي من قلبك وانت معاه، فكري ترجعي. تالت حاجه بحس بالامان وان الدنيا كلها وانا قاعده بتكلم معاه ولا هو نايم جنبي حاسه ان انا مش محتاجه حد في الدنيا، فكري ترجعي. راجل معايا في تصرفاته، راجل قادر يحميني ويحبني ويحافظ عليا وما يخليش اي حد في الدنيا يدوس عليا، ارجعي. شاريني بكل حاجه، شاريني، شاري احساسي ومشاعري، وحس بغلطته فعلا وحس ان الست دي هو فعلا بيحبها وما ينفعش يسيبها، ارجعي. اي حاجه تانية عشان بس الذكريات، ولا يعني الذكريات دي فيها نعمه النسيان، هننسى يعني، مجرد بس الذكريات وافتح التليفون وابص على الشات وده دي بتوجع، بس مش ده السبب الرئيسي ان انت ممكن ترجعي تاني لعلاقه كامله، عشان كان الحلو حلو، كان الحلو حلو. خلصت حلقتنا مشاهدينا، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي على خير، وإمام مختار ويحكى أنت.